لا تكديري، لاباس عليكم، كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم البنات ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال هاد الحلوه هادي بالزنجان وبسبعه المعالق اللي كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي الربعه ديال الزبده، ها هي الربعه ديال الزبده، وعندي سبعه المعالق ديال الزيت، سبعه المعالق ديال الماء الزهر، سبعه المعالق ديال سنيده، واحد الخميره حمراء، وسبعه المعالق ديال الزنجلان محمر ومطحون مزيان، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. صافي داكشي اللي كاين في هذه الحلوه، والدقيق مغربل. صافي انا غادي ناخذ هذه الربعه ديال الزبده، غادي ندير معها سبعه المعالق ديال سنيده، غادي ندير سبعه المعالق ديال الزيت، غادي نخلطهم مزيان، نحاول نطلق هاد الزبده مع هاد السنيده. صافي هنايا ديك الزبده هي حلقات مزيان مع ديك السنيده، غادي ندير القرفه، غادي ندير ديك الزنجلان سبعه المعالق، سبعه المعالق ديال الماء الزهر، وغادي ندير خماره، غادي ندير شويه الدقيق، غندير الدقيق شويه بشويه، هاد الحلوه كما قلت لكم كتجي زوينه كتذوب في الفم. وهكا المقادير قليله، شي ما فيهاش بزاف القوام. هنا زدت شويه الدقيق، مازال غنبقى ندير الدقيق شويه بشويه حتى نشوف شحال غادي يكفيني ديال الدقيق. صافي البنات الحلوه ها هي، شفتوها كتكون هكا طريه كتكونش. صافي دابا هنايا خديت الطبق، انا غادي خديت الطاو دهنتها غير بشويه الزيت. صافي نبقى نشكلها هكا، هلاليات حلوة سهلة.
صافي البنات، دابا راه باينه، كندير لها بحال هكا حتى نكمل الطاوه، حتى نكمل هاد الطاوه ندخلها الفرن بما صوب الطاوه الاخرى حتى نطيبها ان شاء الله. هنايا الحلوه هي صافي طابت، هي هادي كتجي هكا محمره، كتجي هشيشه بزاف، هي هادي. مع داك اللون، مع علاش هاد اللون مع الزنجلان، داك الزنجلان المحمر هو اللي كيعطي هاد اللون هذا. هنايا عندي سكر كلاصي مغربل، غادي ناخذ هاد الحلوه وغنبقى نديرها في سكر كلاصي. الاحسن سكر كلاصي يكون سبيسيال، كيكون حسن. صافي البنات، ها هي الحلوه، ها هي كملتها، كتجي على هذا الشكل هذا، هي هذه، كتجي هشيشه بزاف، كتذوب في الفم، شي حاجه واعره. غادي نقسم لكم فيها واحد شويه تشوفوها هانتوما، كتجي هشيشه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش البنات الا عجبتكم ديروا لايك وبسلامه عليكم.